داري مبني عليه آمال وطموحات كتير جدا، لأن الشعب كان وصل لدرجة صعبة جدا، محتاج اللي يفكر خارج الصندوق، مش محتاج الرئيس يبدأ عشان أبدأ وراه في نفس الخطوات، مش محتاج الرئيس يدي إشارة عشان أنا أتجه يمين أو يسار، محتاج إن أنا أبدأ، محتاج رئيس معانا متفتح، رئيس فاهم، رئيس راجل دولة من الطراز العالمي مش من الطراز عادي، ولكن محتاج أدوات معاه. نأمل خير إن الوزارة الجديدة تعمل ما كان يطلبه الشعب من ارتفاع الأسعار، الظروف بالنسبة للبلد طبعا بتحرك اليومين دول في اتجاه اقتصادي منير، واحنا نأمل من ذلك في تحرك الوزارة في هذا الصدد. ده هيكون عائد على الشعب في ظل القيادة السياسية عبد الفتاح السيسي. بنتمنى ان التعديل الوزاري ده يكون له أثر إيجابي على المواطن السكندرية والمواطن المصري عامة، يعني واسكندرية محتاجة لمجهود أكبر واهتمام أكبر، وخاصة في فصل الصيف أديك شايف حضرتك الضغط بتاع المواطنين قد إيه، ومحتاج إن القائد أو المحافظ أو الوزير ينزل الشارع عشان يتابع بالنسبة لمشاكل المواطنين اللي موجودة. احنا بنأمل إن ربنا يسهل يعني، وتبقى فيها رفع شوية يعني من معنويات الشعب ولصالح الدولة يعني. احنا طبعا كلنا ورا القيادة السياسية ورا الرئيس، المنشآت والحاجات اللي هو عملها كلها ما شاء الله يعني، بس هي كانت محتاجة وقت شوية، ولكن ما شاء الله يعني احنا عملنا حاجات من فترة كبيرة جدا ما اتعملتش، بس الوقت هو يعني ايه يعني اتعملت في وقت بسيط شوية، بس الحمد لله كل اللي جاي بعد كده هيستفاد منها. يوفروا لنا رغيف العيش ودي يزودوه في الفران، لان الحصص بتبقى قليله جدا وبنقف الفران كتير جدا جدا جدا. بالنسبه للتربيه والتعليم، عشان انا مدرس، فنظره من وزير التربيه والتعليم للمعلم شويه، سواء في الماديات بتاعه سواء في كثافه المدارس، وعايزين نجيب الطلبه تاني المدارس باذن الله. صراحه هو غلاء الاسعار صعب قوي يعني، وبعدين حتى المواصلات والبنزين يعني، حتى المواصلات لما بتغلى بتبقى طبعا على البنزين بيعلى والمواصلات بتعلى، فالمفروض يعني نهتم شويه بالاسعار دي عشان كافه الشعب كله يعني. احنا محتاجين برضو ان احنا ننشد الحكومه الجديده برفع الضغط والاعباء عن المواطن المصري في الفتره الجايه، وخاصة عن المعلمين، لأن هم برضو قطاع كبير جدا من المواطنين وقطاع مهم. في ناس معاشاتها 1500 جنيه و 1800 جنيه، وفي ناس معاشاتها 6000 جنيه و 10000 جنيه، فنفس من الحكومة الجديدة تبص برضك نظرة للسلم بتاع المعاشات. أنا راجل معاش بشتغل كذا شغلانة ومش عارف أكفي بيتي، معظم مشاكل الشعب المصري هي الدين والحاجات والشغل دوت. يعني عايزين نخلي تبقى الحكومة تخرج خارج الصندوق، يعني خارج الصندوق مثلا تهتم شوية بالنسبة للجامعات الأهلية كحكومة، بالنسبة للطلبة المغتربين، بحيث إن أنا يعني معايا ابني كنت مغترب وجيت، الجامعات الأهلية يهتموا بيها شوية، بالنسبة للمواعيد يبقى في مشاريع جديدة، فتح أبواب جديدة للعمل. للوقت ما فيش تعيينات، ما فيش وظائف، فالبديل العمل الحر. العمل الحر عشان الشاب يتجه ليه لازم يبقى فيه فرص اكتر. تخفيض الاسعار ومراعاة ظروف المعيشة في الوادي الجديد، لانها محافظة حدودية ولنا استثناءات من القرارات اللي بتفرض او بتطرح على جميع المحافظات الاخرى. يعني خلق فرص جديده للمصريين، احنا عايزين يعني عايزين مشروعات انتاجيه وليست استهلاكيه، بمعنى انك انت تكون منتج لسلعه معينه لحاجه مش موجوده عشان هي من هنا تخلق التنميه. الاهتمام بالمواطن اكتر، لان طبعا الظروف طبعا صعبه جدا، الظروف الاقتصاديه، وانا اعتقد ان المجموعه الاقتصاديه اللي تم اختيارها ان شاء الله هتكون لها ان شاء الله يعني مردود طيب على المواطنين في استقرار الاسعار بصفه عامه، وفرص العمل للشباب طبعا ده مهم جدا، والاهتمام بجميع مناحي الحياه كلها، لان احنا بنعاني بظروف صعبه جدا جدا نتيجه طبعا الاحداث اللي بتدور حوالينا كلها، سواء في الشمال او في الجنوب او في الشرق أو في الغرب.